ملتقى فنار تحت رعاية وكيلة كلية العلوم والآداب بعنيزة لشؤون الطالبات الأستاذ الدكتور نورة بن صالح سويان. نقيم هذا الفنار لأنك نوارة فهذا الفنار ينتظرك. كلية العلوم والآداب بمحافظة عنيزة تضم 10 أقسام وتحوي الكلية على العديد من المرافق الخدمية مثل المكتبة، المسرح، الكافيتيريا، العيادات الطبية، القرطاسية، مركز التصوير، الحضانة. ولا تذري صروح المجد ملأ. نصائح هامة: بطاقتك الجامعية هي هويتك في الجامعة فحافظي عليها. مرشدتك الأكاديمية هي الداعم لنجاحك فلا تترددي في استشارتها. ميثاق الجامعة: تأكدي من قراءته في الموقع الإلكتروني للجامعة. بريدك الإلكتروني هو الوسيلة الرسمية للتواصل. السجل المهاري وسيلتك لتطوير مهاراتك الشخصية والمهنية. استفيدي من الخدمات المتاحة لك وانطلقي نحو التفوق. كلمة العميد الدكتور طارق بن راشد الغفيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، بناتي طالبات كلية العلوم والآداب بعنيزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرف بكن جميعا في هذا اللقاء المبارك، لقاء فنار، الذي ستتلوه لقاءات ولقاءات بإذن الله لعموم الطلاب والطالبات، منها ما سيكون حضوريا ومنها ما سيكون عن بعد لاستيعاب أكبر عدد ممكن. والهدف من هذا اللقاء المبارك هو عرض الخدمات التي تقدمها الكلية وتقديم الإرشادات المهمة والاستماع إلى الطالبات والبحث عما يمكننا جميعا بالكلية من تقديمه لكن لتكون البيئة التعليمية في أفضل حال للدراسة المنهجية والأنشطة اللاصفية. أشكر سعادة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات الدكتورة نورة سويان وفريقها على العمل لانعقاد هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله تعالى أن ينفع به وجميع قيادات الكلية في خدمة الطلاب والطالبات. وسنستمر في العمل والتطوير والمتابعة لتحقيق طموح الطلاب والطالبات في الكلية المباركة. أسأل الله تعالى أن يوفقكن جميعا للخير في حياتكن عامة وفي دراستكن خاصة، وعلى الخير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة وكيل شؤون الطالبات الأستاذ الدكتور نورة بن صالح سويان. بسم الله الرحمن الرحيم، طالبات الكلية العزيزات، حياكن الله في هذا اليوم المبارك في ملتقى فنار الذي نسعى فيه لنكون لكن فنارا يضيء طريقكن إلى النجاح والتميز بحول الله. قلبي قبل مكتبي مفتوح لكن دائما، وحياكن الله في أي وقت، فأنا والكادر الإداري هنا لخدمتكن، فلا تترددن في التواصل معنا. أسعد الله أوقاتكن جميعا، وأسأله لكن التوفيق والسداد والتميز دائما وأبدا. أختكم نور سويان.